الثالثة واللي حتفرح فيها محافظة بأكملها، وحتفرح فيها العقيد عمر السومة اللي دعم نادي الفتوة وساندهم بفيديو شفناه نشرناه على قناتنا، شد عصبي كتير حتكون فيها بالأخص المباراة اللي هي المهددة بالهبوط ومباراة الصدارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين 963 سبورت مع أحمد الدلي. الفيديو هذا رح نحكي فيه عن الجولة 21 من الدوري السوري ما قبل الأخيرة. هل سيحسم اللقب في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري السوري أم سيؤجل للجولة الأخيرة؟ لنتابع. قبل ما نبلش بموضوع الجولة 21، طبعا في شيء كتير ملفت للنظر اللي هو التضامن أو الأندية السورية تضامنه مع رئيس الاتحاد الرياضي العام بمنشورات على صفحات الأندية. هذا الشيء راح نتابعه بفيديو آخر ونحكي عنه تفصيليا مع ضيف كتير مهم راح يكون معنا إن شاء الله، الكابتن عماد خانكان. المباراة الأولى ستكون بين النجد في دمشق وأهلي حلب. طبعا المجد خسر بمباراته الأخيرة من تشرين وهو مركز العاشر حاليا يعني مهدد بالهبوط. أما نادي أهلي حلب تفوق على حطين بالمباراة الأخيرة له. أهلي حلب منافس الفتوة على الدوري السوري وبرصيد 36 نقطة ومباراة مهمة لملاحقة الفتوة لآخر نفس على لقب الدوري. توقعات هذه المباراة ممكن تنتهي بالتعادل الإيجابي وليس السلبي، لأنه المجد كان له مفاجآت مع الوسبة ومع فرق كثيرة، وأهلي حلب أيضا كان له مفاجآت وبعض الكبوات اللي كانت في بعض المباريات اللي ما قدم فيها كثير منيح، فبتوقع المباراة بتنتهي إلى التعادل. الطليعة والجيش في حما، الطليعة ملك التعادلات صراحة، أكثر فريق بتاريخ ممكن مسعود جينيس بالتعادلات الطليعة. الطليعة المباراة الأخيرة تعادل فيها بتذكر مع الوحدة وحاليا مركز الثامن. نادي الجيش أيضا تعادل مباراته الأخيرة ومركز الخامس. مباراة مهمة كثير لنادي الجيش وايضا للطليعه، الطليعه في يعني مراكزه الاخيره، في نقول ثلاث اخر مراكز، اخر ثلاث مراكز متساويين بالنقاط تقريبا يعني، وللان الدوري لم ما انحسم يعني كهبوط او لقب الدوري ما انحسم. حسب توقعي طبعا المباراه هاي بيفوز فيها نادي الجيش. جبله والكرامه، جبله طبعا اللي تبعد كثير عن بطوله الدوري والمنافسه بعد تعادله الاخير مع الجيش، مركز الرابع حاليا نادي جبلة، الكرام مركز السابع، فمباراة بتوقع بس يعني بتعديل المراكز بسلم الترتيب. توقعاتي حتنتهي للكرامة، كون الكرامة اليوم بأفضل حالاته بالدوري تقريبا، استعاد النشاط استعاد الروح نادي الكرامة، حتنتهي للكرامة فوز الكرامة بتوقعها. الوسب في حمص يستضيف الفتوة اللي كان متصدر بمرحلة الذهاب نادي الوسبة. الوسبة طبعا كل موسم بتلاقي متصدر بتلاقي ماشي صح، بيخسر بالإياب، إما بنهاية الإياب أو بمنتصف الإياب بيخسر الصدارة وبيرجع ينزل بسلم الترتيب، وتعادل آخر مباراة أيضا بمباراته الأخيرة بديربي حمص تعادل مع الكرامة. أما الفتوة المتصدر ب 37 نقطة والبعيد نقطة واحدة فقط عن أو نقطة واحدة عن الأهلي حلب، لا بديل عن فوزك بهي المباراة، فين نقول قتلت الطموح أو الطموح المنافسين أهلي حلب، حطيت فين نقول 99% من أملك أنك تتوج بدوري الدوري السوري للمرة الثالثة، واللي راح تفرح فيها محافظة بأكملها، وراح تفرح فيها العقيد عمر السومة اللي دعم نادي الفتوة وساندهم بفيديو شفناه نشرناه على قناتنا امبارح بدعوة كريمة كانت من الرجل الأعمال السوري المهندس مازن العاني، اللي عمل لم شمل لجميع المخضرمين من لاعبين ومدربين ونجوم وأساطير بكرة القدم بدير الزور وغير كرة القدم أيضا، رؤساء اتحاد، تنفيذيات، رؤساء أندية، كانوا كل هدول من دير الزور كانوا في زيارة أو في دعوة
من المهندس مازن العاني ومع لاعبين الفتوة مع مدرب الفتوة وباتصال مباشر صوت وصورة مع الكابتن عمر السومة لمساندة الفريق في مباراته وهي المهمة جدا مع أهلي مع الوسبة اللي راح تعمل فرق كبير إذا ربحها الفتوة. وتوقعاتي الفتوة قادر أن يربح هاي المباراة، ليس عاطفة أبدا، ما بحكي عاطفة، الفتوة قادر أن يربح هاي المباراة وبيفرح جماهيره، وبتوقع المباراة هي مباراة في 99% من حصول الفتوة على لقب الدوري السوري لكرة القدم. أصعب مباراة الكارثية اللي والله العظيم بتوجع قلبي، أصعب مباراة أصعب مباراة أصعب مباراة اللي ممكن أنا ما رح أشوفها، لأنه أصعب مباراة مين رح يقتل أحلام الثاني، والفريقين ممكن إذا خسروا أو واحد فاز على الثاني حيتنين حيكون هبوط، يعني حطين حيستضيف الوحدة، الجريح حيستضيف الجريح، اللي بيتألم حيستضيف اللي بيتألم، الموجوع حيستضيف الموجوع. أمر يعني مؤسف 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 جدا بعالم كرة القدم، حكيته بالفيديو السابق وبحكي فيديو اليوم، والله بيحزن بيحزن قلبي صراحة، شيء محزن جدا. يعني إنه شوف أنا بشوف حطين النادي الكبير العريق مع الوحدة، النادي الدمشقي الكبير العريق، يعني نادي بطولات، أندية كبيرة هاي بتاريخ سوريا، بآخر الترتيب الدوري السوري، فبتوقع المباراة حتنتهي تعادل. يعني الفريقين حيفوتوا بنفسية صعبة، الفريقين حيفوتوا بدهم يفوزوا، الفريقين حيكونوا مشتتين، يعني حتنتهي بالتعادل، تعادل يعني حل سليم صراحة، لأنه حرام الفريقين واحد منه بيقتل بيكون حرام دمر الثاني. فللأمانة تحية لجمهور الفريقين الكبار، تحية للأندية، تحية للاعبين، ولكن بتمنى إن شاء الله يعدوا هالمرحلة الصعبة جدا بمرحلة الهبوط هاي. طبعا ما أتوقع يكون في مفاجآت كثيرة بالجولة 21، بتوقع يكون في أخطاء تحكيمية وإن شاء الله ما بتكون، أنا بتوقع تكون، لأنه بعد حتكون منافسة جدا، هي آخر مرحلتين والمرحلة هي بالذات يعني حتكون فيها شد عصبي كتير، حتكون فيها بالأخص المباراة اللي هي المهددة بالهبوط ومباراة الصدارة، حتكون مباراة مشدودة جدا الأعصاب. بتمنى من الجماهير وبتمنى من الإداريين الكادر بيكونوا على أكبر قدر من المسؤولية، حكامنا بتمنى يكونوا أنتوا يعني بتلاحظوا الصغيرة قبل الكبيرة، لأنه ما بدنا أي أخطاء بهي الجولة، هي الجولة كارثية جدا جدا جدا. إذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاشتراك بالقناة والتعليق، وبدي رأيكم بالمباريات اللي هي توقعاتكم طبعا، شو توقعوا النتائج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey!
في كل خبر مصدر ومصدر أخباري 963 سبورت، تلك المنصة التي يديرها أبطال محترفون وعلى رأسهم أحمد الدلي، ذلك الشاب الذي يتنفس كرة القدم بامتياز، فتابعوهم لأنهم الأجمل الأروع الأمتع الأنسب، وشكرا من أجواف الصدور وأعماق القلوب.